السلام عليكم، نهار جديد وبرنامج جديد. هذا الاسبوع غادي قررنا نديروا هذا البرنامج ديال الاكل. كنظن بانه ماشي كنظن، انا جد متاكده بانه اكل متوازن صحي في نفس الوقت، وبهالطريقه يكون عندنا اكل متواجد طيله الاسبوع للنساء العاملات وحتى اللي عندهم الدراري وعندهم الاشغال. دونك غادي نبداو الميل ديالنا بالتورتيه دائما اللي كنديرها، الرز بسماتي مع اللوبيا حمراء، لاكول غادي نديروها سوطي مع صلصه صوجا، غادي نديرو صدر الدجاج في الفرن، وغادي نديرو فخذ الدجاج حتى هو غادي نديروه على شكل طواجينه بالجبنه والبطاطا نديروه في الفرن، غادي ندير واحد اللازانيا كيتو بالقرعه والكفته ديال البافو، ودائما الشوربه ديالنا ديال العدس. ومن بعد عندنا هنا فلافل مشويه كنت حضرتها البارح، شويه الفلفله في الفران وسطيتها مع شويه د الثومه وشويه ديال القزبور والكمون وزبيده بلديه، هذه مزيانه للكوتي. هذا هو الرز ديالنا باللوبيا الحمراء، كيجي غزال البنات، غير جربوه. هذا الرز بسماتي كيكون ناقص الكارب على الرز بومبا والرز الابيض. هذا الكول صوتي كنحمق عليه انا، هذا الكرب ناقص بزاف، صحي بزاف. وهذه التورتيه ديالنا اللي كنوجدها كل اسبوع، غير هذه السيمانه درتها على هذا الشكل وكنقطعها هكا طريفات بحال اومليت. وهذا الصدر الدجاج ديالنا اللي درناه في الفرن، ها هو درناه، راه غادي نوريه لكم. الصوبا ديالنا ديال العدس اللي كنديروها للعشاء دائما، هادو فخيبات ديال الدجاج بالجلبانه والبطيطه كتحمق عليهم بنتي، وهذه اللازانيا كيتو بالقرعه والكفته والفرماج وشويه ديال الناطا. وحنا دائما كنأكومبانيو الماكله ديالنا بالاوا كونغاس، ها هي ناتورال كونغاس، كل مره كنشريو ماركه. وهذا هو الكاطو اللي قلت لكم كنديرو لبنتي في، مازال ما حليتوش، يلا شريتو البارح، كنديروا لها معاها لي فخويسك المدرسه بعض المرات، هذا كيجي شويه مالح زويون. ودائما التنتمبي ديالنا لي فخويسك مع لو فروماج. بقاو معنا البنات حتى نساليو الفيديو ويلا نبداو. البنات كما ذكرت لهذا الاسبوع غادي نديروا صوبه ديال بالخضر. هنا عندي القرعه حمراء، خيزو، بصيله، غادي ندير واحد شويه ديال القرعه خضراء، غنديرو صوبه ديال شوربه العدس، ها هي العدس، هادشي اللي بقى ليا البارح عييت ما نفتش عليه في الكارفور ما لقيتوش. غادي ندير الرز بسماتي البنيته ديالي للعشاء مع شويه ديال اللوبيه حمراء، شريت غير هادي واجده، نغسلها مزيان ونزيدها لان عندها 2 ولا 4 ناطاسيون، دونك فاش دير الرياضه تجي تعشى مزيان. الرز راه كتعرفوا بان فيه الكارب مزيان، واللوبيا راه بروتين، والثلاث والخميس والجمعه عندها الكونسيرفاتوار، دونك هذيك تعشى بالصوبه ديال الخضار وهذه حتى حنايا. دونك من جهه ثانيه غادي ندير لاكول هنايا، الكول هنايا غادي نديرو صوطي مع شويه بصيله وصلصه صوجا. صلصه صوجا لقيت غير هادي، الاخرى تسالات ليا. وغادي ندير واحد اللازانيا صغيره ديال بالكفته والقرعه في الفران، غادي نديرو فخيضات ديال الدجاج في طويجينه في الفران حتى هو بجليبينه وبطاطا كتبغيها بنتي. هانتوما الدجاج راه غسلته مزيان بالحامض والملحه وصفيتو وقطعتو هكا، هانتوما كنقطعو هكا باش الشرموله اللي غادي نشرملو تدخل فيه مزيان. غادي وعندي هنايا صدر الدجاج، حتى هو صدر الدجاج راني غاسله في الملحه مزيان والحامض، وغادي نديرو حتى هو في الشرموله بالمريقه ديالو بحال الاسبوع الماضي، نديرو في الفران. البنات انا اللحم اولا الدجاج ما كنديروش على الخشبه، عندي هادي ديال السيليكون هي اللي كندير، لان ما كنبغيش الخشبه كنقطع عليها الخبز كنقطع عليها الفرماج، ما كنبغيش يتانفيكتا، واخا كننظفو بلا الكول وهذه، ولكن لا ما كنبغيش الميلونجي حتى
حتى الموز فاش كنغسل كنقطع به الدجاج وهذا كنغسله مزيان كنديزانفكتيه، لان الزوج ديالي فيجيتاريان وما كيبغيش حتى الريحه ديال البروتين. هنا عندي حامض مصير، وهنا البنات راني وجدت البارح فليفله مشويه خضراء وحمراء، ها هي شويتها في الفران ودابا دوزتها في شويه ديال الزويته بلديه وشويه ديال الثومه والملحه والكمون. غادي نخبعها في واحد الطابر كتعجبني في الطوسطاده ديال الخبز، ونزيد لها الفرماج، وها نتوما دايرين غوتي رائع وصحي في نفس الوقت. والمهم هو هذا مؤقتا هادشي اللي غادي ندير، الا غادي نزيد شي حاجه اخرى غادي تشوفوها معايا. يلا بقاو معنا حتى لنهايه الفيديو من فضلكم. ودابا صافي غادي نبداو، درت الليقات، غادي نشرمل داك الدجاج. دائما كنوجد القزبور والمعدنوس والثومه كنقطعهم صغارين، الحامض عصير الحامض كيعجبني الحامض في الدجاج وفي الحوت كيعطيوه مذاق رائع صراحة. العطريه اللي كتحبوا نتوما، انا دائما كنستعمل نفس العطريه، عندي خليط ديال الدجاج وعندي قريفه، عندي شويه ديال البزار، شويه سكينجبير، شويه ديال الكوزه، هنايا درت ثوم حبوب. المهم كنوجد الشرموله على حسب العطريه اللي كتعجبني انا، اللي كتعطيني المذاق في الدجاج. الصور كتعبر على كل شيء. صافي غادي نخلط ديك الشرميله مزيان، وغادي ندير ديك الصدر ديال الدجاج باش نوجدو الفران كيف ما قلت. كنوريكم العطريه، نفس العطريه كنستعمل دائما، شويه ديال الملحه. وشويه ديال زويته بلديه. دابا كناخذ الدجاج، راه ديجا غسلته قطرته بالملحه والحامض، وكنفلح الصدر ديال الدجاج كنفلحو بالموس باش كيتشرب كاع ديك الشرموله، كيجي لذيذ البنات في الفران، غير جربوه وتشوفوا. وكندير الشرموله كندخلها في ديك الشقوق باش يتشرب مزيان المذاق. داك الحامض كيرد ديك اللحيمه كتبقى فتيه ورطيطبه. انا شرملته كامل وغادي نحطو تما، نديرو في الصوينيه وغنديرو في الفران. نحاولو ندخلو كاع ديك الشرموله ما تبقاش شايطه في التحت، ندخلوها في اللحم مزيان. غادي نغسل يدي ها هو كراني حيدتو، غادي نخليه ابار. غادي نزيد شويه ديال الزويته بلديه من الفوق، وهذه فليفله كنت شويتها من قبل، درتها ترقد غير في مليحه وكمون صافي، وكان نقليها كنشحرها. وهذه الشرموله نفس الشرموله اللي درت صدر جداد، غادي نديرها لدوك الفخيضات، حتى هما شققناهم وغسلناهم كلشي مجموعين، ندير على شكل طواجينه ولكن في الفران. العطريه هذيك ليزير بروفنسيال راه كنت زدتها من بعد، زدتها في صدر الدجاج حتى هو، شويه القريفه، شويه خلطه الدجاج صافي، شويه ديال صلصه صوجا. وشويه الحامض، نخلط كل شيء وغادي نشرمل عاوتاني دوك الدجيجات الفخيضات باش يبقاو باش يمشيو يرقدوا على تسع الخاطر. دائما انا قطعت البصيله، كنديرها بطريقه عاديه وسهله، ما كان يعني ما نكلفوش راسنا باش ما نوحلوش، لان خصنا نعرفوا باننا رحنا في الكوزينه داك النهار نوجدوا بزاف ديال الاطباق. غنفرش البصيله صافي، راني دابا تما
عصرت واحد نص مطيشه، ودائما الانفوسيون ديالنا ما كتخطرناش في الصباح، نشربوها مزيان. صافي غادي نقطع ديك المطيشه باش نديرها مع لح، على غادي ندير شكل طويجينه، طويجينه ولكن في الفران. هنايا نقيت واحد البطيطه، هنايا الخضر دائما كندير بلاستيك من التحت، كندير البلاستيك وكننقي كلشي الخضره لاننا كنريسيكليو البلاستيك في البلاستيك، الزاج في الزاج، والكرتون في الكرتون، والاكل كيمشي بوحدو. قطع البطيطه على دواور. صافي كيما اي واحد راه كلشي كنعرفو نديروها، نفرش البطيطه وندير مطيشات وندير داك ندير دوك الفخيضات نستفهم مزيان. او مطيشه هنايا غادي نزيد شويه ديال الجلبانه، حنا راه الجلبانه غير كونجولي، ما عندنا لا جلبانه طريه ولا والو، ولكن كطيب دغيا الصراحه. هذه طويجينه كتبغيها بنتي بزاف، دجاج بالبطاطا والجلبانه. هنا درت شويه ديال لاصوص باش يطلق المريقه ديالو، من بعد كنديروا بابيل فيلم والومنيوم وكنديرهم في الفران. وهنايا كانت عندي الكفيته، كانت عندي كفيته جبتها شحال هذه من الكونجيلاتور، درت لها شويه ديال البصيله، شويه ديال القزبور، غادي نزيد شويه ديال الثومه. صافي، والطريقه الكلاسيكيه نديرو العطريه، ونديرو العطريه اللي كنبغيو ديال اللحم، ونديرو البصيله ونخليهم يتشحروا. انا غادي نزيد الشامبينيون معاه، شويه ديال العطريه كامله اللي كنستعمل دائما. عندي واحد الخلطه ديال اللحم، عندي وحده الدجاج وحده ديال اللحم. صافي، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الشاونيه، وكنشحر كلشي مزيان. وغادي نزيد واحد جوج ديال، ندير حبه ولا جوج ديال لي شامبينيون، نقطعهم صغار ونزيدهم فوق ديك الكفته يطيبوا مجموعين. انا كنقطعهم صافي، غادي نزيدهم من الفوق ونخلي كلشي يتشحر في مره. الشامبينيون راه ما فيهمش بزاف ديال الكارب وصحيين، الناس ديال الريجيم، الناس ديال السكر، الناس يقدوا يستعملوا لي شامبينيون، كيجيو زوينين مشحرين، ولا مع الفواكه، ولا مع عفوا مع فواكه البحر. هنايا بديت كنقطع الخضيره اللي ندير في الصبه، صافي قطعت هنايا الخضار وغادي نديرهم يتشحروا كاملين. الشوربه اللي كندير كل اسبوع هذيك ضروري نديرها، كنديروها في العشاء دائما كتكون عندنا واجده في الثلاجه. صافي، هاد الماكينه راه كنت وريتها لكم، هذه شحال في ادوات الضروريه ديال الكوزينه. وهنا دابا راني كنقلب على واحد القطاعه، ماشي قطاعه، واحد كي كيقولوا لها انسترومون ديالها بحال هاد الشكل، ولكن ما يكونش ديال الميتال، كاينين وحدين ديال السيليكون ولكن مازال ما لقيتهمش. انا كنزيد لها شويه ديال لاصوص باش نوجد كلشي لاباغاي قبل ما نبدا كندير في الصحن. نزيد لها شويه ديال لاصوص كانت ناقصه. وصافي، انا غادي نديرو في ديك الطويجين. هنايا كان عندي الفرماج بديت كنوجدو باش نلقاه واجد في هذا، دائما كندير له هذه الطريقه. فاش كنشريه كنديرو في العلبه ديال
الزاج ولا البلاستيك باش نحتفظ به. هنا لاصوص حتى هي، هذه هي لاصوص اللي كنشري انا، ما كيكونوش زايدين فيها لا سكر ولا والو، غير المطيشه مطحونه طبيعي مع الملح. صافي، غادي ندير زويته في القاع، ندير القرعه قطعتها دويورات، القرعه راه دغيا كطيب البنات، ما كتشكل شي مشكل في الطواجينه. هذا طبق كيتو رئيسي ديالي، حتى بنتي كتاكلو معايا. صافي، كندير ديك الكفيته من الفوق، كيجي زوين البنات، كيجي زوين وصحي في نفس الوقت. صافي، ندير لها الفرماج، غادي نعاود نزيد طبقه اخرى ديال القريعه، وغادي نزيد الكماله ديال ديك لاصوص من الفوق، او نعدلوه ننظموه باش يجي زوين في المنظر وفي كل شيء. هما الا بغيتو ديروه بالبطاطا ديروه، انا ما كناكلش البطاطا، درت القرعه. نزيد له الفرماج، ندير له شويه ديال الفرماج اللي عندكم. انا كان عندي كواترو كيسوس وعندي الموتزاريلا بجوج، كنخلط بجوج، وكنزيد شويه ديال الناطه، ما كيعجبنيش نكثر بزاف الناطه، ديجا راه درنا الفرماج. صافي، كنغطي بالورق الفرن. البنات، بغيت نشارك معكم الفران خديته جديد، حيت الاخر مسكين راه دوز معايا 12 عام، يعني راه عطيته الدرك بزاف. شريت هذا في الصراحة، كانوا بزاف لي بروموسيون، مشيت لكورت انجليس ولقيت احسن بروموسيون هي ديال الكترولوكس. احسن بروموسيون كان قصد اللي قديت عليه انا، ما هما كاينين فران تبارك الله وصل عندي حتى المليون ونص، جوج المليون غير فران. المهم ديت هذا حيت هذا هو اللي داخل في البريسو بويستو ديالنا العائلي. الكترولوكس راه ماركه رفيعه امريكانيه، عندي الاندوكسيون الكترولوكس وحتى الفران، دونك كيجي على هذا الشكل. كيجي فيه جوج ديال البانديخات الصينيات، وهاد الصينيه اللي فيها زوين انك فاش تكون كطيب كيبقى هكذا مهزوز، يعني ما تخافيش فاش يكون سخون يطيح عليك ولا. المهم كتعرفوا، هانتوما غادي نصور معاكم. هانتوما هنا درت بابيل فيلم، عاد درت البابيل الومنيوم، غادي ندير الطواجينه ديالي هنا دالكغاطان، وهنا غادي ندير لاخر هنايا. هانتوما باش نطيب مره وحده، منها نقتصد على الضو ومنها نستغل ثلاثه الحوايج في مره، بقى لي غير الطرطيه من بعد نديرها. انا درتهم، هذا الطاجين ديال الطين غادي يتغفل، انا درته هنايا، غادي نشد. دونك هنايا غادي عنده هاد المفاتح زوينين، كيدخلوا كيخرجوا. هانتوما غادي نمشي لهادي من الفوق ومن التحت، راه كتانديكي كل حاجه اللي بغيتي طيبي. وهذا ديال الحراره غادي ندير جو كخوا، غادي ندير 150 60 70، غادي نخليه على 180. دونك هنا اللي فيه زوين انك تعطي الوقت. هانتوما راه كنت بديتو، هانتوما نعطيه 40، انا نعطيه 45 دقيقه باش يطيب اللحم، لان عصينو. صافي، وها هو بدا كيشعل، غادي يبدا يخدم، ما كيديرش كاع الصداع، ونرد هنايا، ما كيديرش كاع الصداع. والصراحه فرحت له بزاف، كنت باغا فران، وربي سهل وجبناه. وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو، الله يعطيكم الستر، الله يخليكم. ونرجعوا للتورطيه ديالنا اللي كنديرها دائما كنديرها، راكو عارفين الطريقه ديالها. صافي، درتها مع خضيره هذه المره، ودرتها في واحد لو ستيل في طابر مستطيل باش نبدلو شويه، ما يجيوش، نبدلو شويه لا روتين. صافي، راه كانت عندي تما شويه ديال السبيناك وشويه ديال الفلافل وواحد القرعه خضراء مقطعه صغيره، درت كلشي تما لداخل. صافي، نخلط ودرت بحال شكل ديال الطورطيه وهي بالخضار. نزيد لها شويه ديال الناطه، شويه ديال الفرماج، وغنديرها في المول، وحتى هي نديرها في الفران.
الفران دابا مع هذا اللي خديت جديد كنستغل نطيب جوج ثلاثة حتى لربعة د الحوايج في نفس الوقت، يعني كنقتصد على الضو صراحة. ها هما غادي يطيبوا في مرة واحدة، درت لهم شوية ديال زيت من الفوق، شوية ديال تشيا، انا غادي نزيدها دابا. كنحاول ما امكن يكون اكل صحي ويكون الاكل متواجد في الدار طيب. بعد مرات الواحد كيرجع، هاي درت لها شويه ديال الشيا من الفوق، بنادم كيرجع عيان وما كي ما كيقدرش عاد يوقف في الكوزينه والتمارين مع البنيته ولي زاكتيفيتي وصافي. فاش سالينا الكوزينه ها حنايا كنجمعوا شويه الروينه، ضروري ضروري مره في السيمانه ندوزو على الكوزينه، نحيدو لي دام، ندوزو على الخشب نتهلاو فيه، ندوزو على الالومنيوم، على الثلاجه، باش تبقى لنا الكوزينه نقيقيه طيله الاسبوع. كنبقاو غير كنغسلو المعنات ديال الصباح وديال الليل، يعني حاجه خفيفه. انتما كما كتشوفوا تبارك الله عليا الحداقه زعما الحداقه ايوا. المهم الواحد كيدير على من قد وصافي، على من قد صافي. كندوز عليها بواحد زويف نقيقي، وهذاك واحد البرودوي زوين ديال الخشب راه كيتباع في ميركادونا، كاين في كارفور، كاين في الكامبو. كيعجبني الصراحه الخشب، كيخليه نقيقي وكيلمع. ودابا ندوزو سبيراتور على الزربيه ونسيقو الكوزينه ديالنا باش تبقى الدار مجموعه. هذه هي سبيراتور ديالي، راه كنت وريتها، كنت هضرت لكم عليها واحد المره، قلت لكم اللي مهتم بالامر نشرحها ليه. وراه كتجفف بالفابور، كتاسبيري، يعني غزاله 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 الصراحه، وما كديرش صداع بزاف، وكديزينفيكتي. كيشريوها خاصة الناس اللي عندهم لي غوند سيرفاس، اللي عندهم سميتو الدار كبيرة، ولا لي زوتيل، ولا لي غيستو، ولا يعني شتو راه كتنقي تبارك الله غزالة. وداك البرودوي راه كيحيد لي دام وهذا. وهو هذا البنات، هذا كملنا الفيديو. كنشكركم بزاف على التتبعات ديالكم والمشتركين الجداد، ومع السلامة.